السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنقدم لكم مسمن في الفرن اللي كيجي رائع جدا جدا بطريقة جديدة وبسيطة بحشوة لذيذة بزاف. كيجي مرقين ومقرمشين بحال مصيبهم بورقة البسطيلة، وحتى من اللذة هائلة. هي تبع معايا المراحل خطوة خطوة، تخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش شجعونا وتابعونا في القناة ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو 400 غرام ديال الدقيق الفرص، حيت الدقيق الرطب ما يعادل تقريبا 4 كيسان الشاي أو كاس العنبة. عندنا 100 غرام ديال الدقيق فينو، دقيق على هذا الشكل تقريبا، هذه بحال السميدة رقيقة بزاف. كاس العنبة أو كاس الشاي ما يعادل تقريبا 100 غرام. عندنا تقريبا معلقة صغيرة ديال سنيدة، نص معلقة ديال الملحة، صاشية خميرة كيماوية، معلقة صغيرة ديال الزبدة على حرارة الغرفة، بيضة واحدة، خميرة رأس معلقة صغيرة ديال الخميرة تاع الخبز، معلقة صغيرة ديال القرفة، كاوكاو، ها كاوكاو صغير محمرينو، حمرناه هاد الصغيور كيجي بلدي ولذيذ، كنحمرو مزيان وكنحيدو ليه القشور ديالو وكنطحنوه. هذا بالنسبه للحشوه، وتقريبا عندنا هنا 150 حتى 200 غرام. بسم الله نبدا على بركه الله، كنصبوا الدقيق الفرص، دقيق القمح، اي دقيق الفينو كما كنقول لكم، الخميره كنصبوا عليها سنيده باش كتفاعل، عندنا الملح، معلقة صغيرة ديال الزبدة، الخميرة الكيماوية، كنصبو بيضة واحدة، كنمزجو هاد المكونات، ومن بعد كنبقاو نصبو الماء. الماء ما يكونش سخون بزاف، يدافي واحد القليل، كنبقاو نصبو وكنمزجو حتى تنحصلو على واحد الحاجين لين ورطب، ما خفيفه ما ثقيلاش. بعد ما جمعنا العجين صبح على هذا الشكل كتشوفوا، ما خفيف ما ثقيل متوسط، كنحكوها. اللي عنده عجانه يدلكها بالعجانه، اللي ما عندوش يدلكها بيديه. باش ما دلكناها مزيان كنحصلو على واحد العجين رطب ولين، وكنطحبوه فيه مزيان، كنبقاو ندلكو على هذا الشكل، لان هذا الدلك هو اللي كيساعدنا في الطرق ديال هذا المسمن ديالنا على شكل بسطيله. بعد ما دلكنا العجين جيدا صبح على هذا الشكل، كنديرو كويره، كناخدو قليل من الزيت كندهنو به، كنديرو كذلك من الفوق واحد شويه ديال الزيت، وتنتركوها تقريبا 5 دقائق حتى ترتاح مزيان، عاد نديروها كويره صغار. بسم الله، بعد ما ارتاحت العجين كناخدوها كناخدو هاد العجين كنديرو كويرات، كنقسمو كويرات وكنهز غوري على هاد الشكل تقريبا حتى تنحصلو على شي 32 كويرة، لأن كنديرو وحدة في وسط وحدة. بعد ما شكلنا 32 قطعة كنحاولو نكورو على هاد الشكل صغور، وكنتركوه حتى تنكملو الكل باش عاد نسرحو واحدة واحدة، وكنوضعوه في هاد الإناء راه فيه الزيت، وكنبقاو مستمرين حتى تنتهيو جميع الكويرات. بسم الله، بعد ما شكلنا 32 قطعة، الآن كنحاولو ناخدو هاد 4 الأولانيين هادو باش غادي نبداو. كناخدو اللولة كنسرحوها مزيان
وكنديروا فيها هاد الكاوكاو ها هو بعد ما طحنا على هاد الشكل وكنديروا فيه القرفه هكذا وكنمزجوا مزيان كنمزجوا هاد الخليط باش نديروا فيه فوسطو هاد الكاوكاو ومن بعد كنجمعوها كنلويوها على شكل ظرف وعاودوا نسرحوا الثانيه حيت تنسرحوا الثانيه كنديروا فيها كاوكاو وكنجعلوا فيها الاولى ونعاود نسرحوا الثالثه ونديروا فيها كاوكاو ونجعلوا فيها هاد الثانيه مع الاولى مع الثالثه مع الاولى مع الثانيه الثالثه الاخيره ما كنديروا فيها والو. غادي نوريكم الان الطريقه. بسم الله تبارك الله. كناخذوا الاولى اللي كورنا وتنطركو هي على هذا الشكل كنسرحوا بالزيت كنبقى نسرحوا مزيان كنغلقوا هاد العجين بالزيت كنسرحها مزيان حتى تولي شفافه على هذا الشكل كنعاودوا نديروا الزبده باش هاد الزبده كتساعدنا باش يجي هاد المسمن اللي في الفرن مرق مزيان يتبعوا معايا المراحل مراحل باش ينجح لكم هاد المسمن على هاد الشكل. بعد ما مرقنا على هاد الشكل انتما كي كتلاحظوا كنعاودوا نديروا الزبده كي كنديروا الاولى درنا الزبده كناخدو كاوكاو هو كنحاولوا كنديروا كاوكاو على هذا الشكل من بعد كنلونوها على هذا الشكل كنحطوها جانبا كناخدو الكويره الثانيه وكنسرحوها كذلك كنسرحوها مزيان لاننا بغينا نديرو وحده في وسط وحده. بعد ما سرحناها هاد الكويره الثانيه كنديرو قليل الكاوكاو على هاد الشكل كل واحد يدير حتى اللوز. كناخدو هاد القطعه الاولى هي على هاد الشكل كنوضعوها كنطويوها من بعد كناخدو القطعة الثالثة هاد القطعة الثالثة هي اللي كنديرو فيها كاوكاو والأخيرة ما كنديرو فيهاش والو. نسرحو بالزبدة والزيت بعد ما سرحنا الكويرة الثالثة كنديرو كاوكاو على هاد الشكل على هاد الشكل كنلويوها مثل الظرف بحال الظرف هكذا كناخدو الكويرة الأخيرة هاد الكويرة الأخيرة هي الرابعة وبالنسبة لهاد الكويرة الأخيرة ما كنديرو فيها والو هي كنجمعو بها هادوك الكويرات الثلاثة نسرحو كنديرو الزبدة كذلك كذا كيجيو مرقين حتى المذاق كيجيو هائلين. بعد ما سرحنا الكويرة الأخيرة كيف ما تلاحظو ما درنا فيها كاوكاو ما حتى حاجة كنديرو هاد الشكل وكنجمعوهم وتنتركوهم جانبا حتى تنكملو جميع هاد الكويرات اللي عندنا ونوضعوهم في الطاوله ونوريكم كيفاش غادي نديروا لهم نبقاو مستمرين حتى تنكملوا جميع هاد الكويرات اللي عندنا كنحصلوا على هاد الشكل نتوما وتنطلقوه ونوضعوه في الطاوله كناخذوا كذلك الربعه الثانيين خدينا الربعه الاولين وريتكم كيفاش الشكل ديالهم كيفاش كنعملوا لهم. الان غادي ناخذوا الربعه الثانيين ونفس الشكل نفس العمليه درت في الاول غنديروا في الثاني وكنبقاو مستمرين كنسرحوا حتى تنكملوا جميع هاد
المسيونات اللي عندنا، كنحاولوا الى درنا الكويره نغطيوها باش ما تكون واحد القشره من الفوق. بعد ما كملنا جميع المسيونات ديالنا على هذا الشكل، كنحاولوا نبسطوا بهذا الشيء، كنديروا شويه الزبده هكذا وكنبسطوا غير شويه. لان باغي غادي يزيدوا شويه يتنفخوا على هذا الشكل باش يجيونا مرقين. بعد ما بسطناهم بصحوا على هذا الشكل، كناخدو واحد الصفه ديال البيضه على هذا الشكل، كنحاولوا نهنوا الفوق ديالها على هذا الشكل. كيجيو هاد المسيمنات الروعه في المذاق وبنان بزاف. من بعد ما ندهنهم على هذا الشكل، كناخذوا هاد الكوردون وكندير لهم هما، كنحاولوا ندير لهم تقيبات، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا جميع هاد المسيمنات ديالنا. كندير لهم تقيبات وكندخلهم الفران وهو ساخن، وكنقصوا على الفران يكون متوسط وكنردوا ليه البال. الان غادي ندخلهم الفران هو ساخن وتنقصوا عليهم حتى تيطيبوا مزيان عاد نقدموهم. الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا بعد ما خرجنا من الفرن، دهناهم بقليل من العسل وزيناهم كاوكاو مهرمش وتزيين حسب الاختيار. هاد المسمنات راه مسمنات بريستيج، يجيو رائعين في المذاق ولذاذ ومهرمشين. ها هو كيجي على هاد الشكل بسم الله. الشكل ديالو الشكل كيجي بحال الشكل تاع البسطيله، والمذاق ما غنقولكمش حتى تجربوه. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، غير جربوهم بارطاجيو مع اصدقائكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.